المطلوب منا الآن أن نمثل الإقتران التالي على المحور ديكارتي، وقد أعطي لنا المجال ثم أعطي لنا المدى ومجموع القيم التي يمكن أخذها للإقتران. والطريقة التي تم صياغة السؤال بها هو أنهم افترضوا أن سالب 8 ترسم مع 4، وسالب 6 ترسم مع 3، وسالب 4 ترسم مع 2، وسالب 2 ترسم مع 1، وصفر يرسم مع 0. لأنه لا يمكننا الحصول على إقتران آخر يحتوي على نفس هذا المجال ونفس هذا المدى، حيث أن التمثيل مختلف، حيث يمكننا أن نمثل النقطة سالب 8 مع 3، ويمكننا أن نمثل سالب 6 مع 4. لكن عندما يطلب منا تمثيل الإقتران التالي، أنا أفترض أن المطلوب منا أن نفترض أنهم على ترتيب معين، أي أزواج. لذا دعونا نقوم برسم الإقتران بيانيا ونمثله كما جاء في السؤال. إذن دعوني أرسم بعض المحاور هنا. هذا هو المجال المتغيرات المستقلة، هكذا المحور الأفقي والمعروف غالبا بالمحور X، والمجال جميع القيم جميعها أعداد غير سالبة. لذا دعوني أترك مساحة هنا للربع الثاني، جميع قيم المدى توضع في الربع العلوي على اليسار أو الربع الثاني هكذا. والقيم التي يمكن أخذها للمجال هي الصفر حتى سالب 8، وقل عدد زوجي سالب. إذن صفر هنا، دعوني أقوم بذلك هكذا. إذن الصفر هنا، ومن ثم لدينا سالب 2 وسالب 4 وسالب 6، ثم لدينا سالب 8 هكذا، ومن ثم المدى سيكون من صفر حتى 4. إذن هذا الصفر، ثم لدينا 1 ثم 2 وصولا إلى 3 و4. فإذا افترضنا ذلك التمثيل، أي إذا أعطيت لنا الإقتران أنه سالب 8، سنمثله هنا. إذا أخذنا هذا الزوج أولا تعطيني سالب 8، ستكون يعطينا الإقتران 4، إذن ستكون النقطة هنا. وإذا تخيلت أن هذا المحور، فسيكون هذا هو محور الأف للإكس. إذا افترضنا أن هذا الإقتران عبارة عن أف، فستعطيني سالب 6 وأعطيك 3. إذن سالب 6 و3، هذه هي النقطة هنا. وإذا أعطيتني سالب 4 فسيعطيني الإقتران 2. إذن 4 سالب 4 ويعطيني 2، ثم أف السالب 2 يساوي 1، وأف الصفر يساوي 0. إذن يمكننا تمثيلها هنا هكذا، لقد قمت بتمثيله. وتذكر أن فقط افترض أن سالب 8 تمثل مع 4 وسالب 6 تمثل مع 3، ويكون لكن الإقتران أعطي لنا هكذا. أنا أفترض أن هذا ما طلب منا.